عين استاذ نجم، خلي اجاوبك على اللي شيء يخوف الضيوف اللي ما قبلوا يشاركون بهذا البرنامج وبهذا اللقاء ومع جنابك العزيز الكريم علينا وعلى كل العراقيين. ربي يسلمك. الله يخليك. عين استاذ نجم، قبل احنا قبل تشرين يعني قبل 2019 انا من الناس كنت اشكك بكل ما يصلني من معلومات عن افعال سرايا السلام، تشكك. وكنت اشكك بكل نعم. ما يفعله برلمانيين السيد مقتدى بكل الدورات السابقه على تسمياتهم، ما اعرف كتلهم وكان تسمى نعم. قبل اما بعد تشرين هي. انا كمؤيد الجحيشي تبين لي نعم وبما لا يقبل الشك اي كل الاتهامات والافعال الغير مقبوله وترتقي الى مستوى الجرائم كانت صحيحه قد فعلها سرايا السلام. كل الفساد والسرقات التي كانت عن طريق برلمانيين ووزراء خارجين او موكلين من الصدريين على كل تسمياتهم كانت صحيحه. تسمع بهذا ام لديك ما يدل عليه؟ لا عندي دلائل كثيرة جدا على هذا الموضوع وأولهم إذن أنا قبل أن أختم أدعو وقريب لأنه الوقت الآن أستاذ صفاء ما يقدر يرد. هل تقبل يا سيد مؤيد يا أستاذ صفاء، لأن أنا بعد ما أخليك تقدر ترد لأن الوقت خلص، هل تقبل بحلقة أخرى يقدم لك ما عنده من أدلة وأنت ممكن أن تدفع بدفعات تؤكد أو تنفي؟ تقبل بهذا أستاذ صفاء؟ لا الفيصل مو الإعلام هنا هسه، هذه مثل عبارة عن واحد يمشي بالشارع وواحد يطلع من بيت ويشتم هذا الشخص المار بالشارع، هذا عبارة عن نيل وسب وشتم، كأنه سب وشتم، هذا عبارة عن تجني واتهام، ينبغي أن يكون هناك. يقول لك أقدم لك دليل أستاذ صفاء، إذا الرجل عنده أدلة قضائياً. فأنت قد تكون هذه الأخطاء لم تعرف بها أو قد تكون تعرف بها، سيقدم لك دليل وحتى نستطيع أن نصل إلى منطقة مشتركة بالفهم، شنو رأيك؟ لا الكلام كان واضح أنه كل بلي العرب تقول كل ولا تريد الكل، بس مو بهذه الطريقة. هذا الحوار كان هادئ وكان محترم وكان لطيف، أن تصل بدرجة أنه يعني أن هذا الاتهام بالضبط أنا أعبر عنه مثل واحد أنه ما يقدر يوصل لك فيشتمك، يعني أستاذ صفاء أستاذ هذا مو صحيح. أستاذ مويد بآخر تعليق، إذا أكو دليل عدة 30 والله ثانية. العظيم المحكمة موجودة. معذرة أستاذ صفاء. نعم. أستاذ مويد عدة 30 ثانية آخر تعليق لك قبل أن أختم. لا أنا أقول له الأستاذ صفاء أنه آخر ما فعلتموه أنتم برلمانيين سرايا سلام بفعلتكم مع محافظ البنك المركزي وما فعلوه بالعراق، دمر العراق، هم لا تقول لي هذا المنصب مو مالنا ولا تابع لنا.